السلام عليكم، صباح الخير. سبعة ديال الصباح كنخرج كندير العيال المدرسه، الجو دابا بدا كيبرد، الجو مزيون، فكندير العيال المدرسه، كنوض مع السته السبعه كنخرج انا ووليداتي، كنوجد كنهدا كنخرج كنمشي كنديو مدرسه. هذه الطريق ديال المدرسه هي هذه، كنخرج شويه بكري، غير هما كيبداو حتى 7:30، ولكن انا كنمشي بكري على حساب التحاس باش ما نجيش في ديك الساعه ديال التحاس، كنحصل في المشيه وكنحصل في الرجعه. فكنجي دابا هكذا بكيري، باقي شويه الدنيا بحال اللي كتشوفوا قدام المدرسه باقا مرخوفه شويش. صافي كنزل وليداتي في المدرسه وكنرجع عاوتاني نمشي قبل ما يبداو عاوتاني الناس اللي كيمشيو من الدوامات للخدمه وديك الشيء، عاوتاني كتبدا الدنيا كتكون الزحمه بزاف. شوف معايا ديك الطريقه اخرى جهه اخرى مداحسه. المهم انا هنايا نزلت العيال مساكن ومشيت في حالي، غنمشي قلت غنمشي نتمشى. دابا الجو مزيان في الكويت، في الشتوى كيكون الجو مزيون، فكنمشي جهه البحر قريبه لي للدار، كنمشي كنمشي شويه ديال لامارش واحد نص ساعه هكذا ولا ساعه ديال لامارش، عاد كنرجع للدار واش كنمشي للخدمه. هنا في الطريق ديال الرجعه شوفوا معايا قلت لكم التحاس الطريق، ومع ذلك راه هذا شويه بالنسبه اللي كيكون، وعاد كان مسرع الفيديو ما هي راه تبارك الله راه كان وقفت كنشبع وقف. هنايا ها اخترت واحد الطريق مختصره هنايا خويه شويه وصافي، وجيت هنا شويه تنفست الطريق. غادي نمشي عند ديك الموضع اللي قلت لكم كنعمل فيه لامارش، كنمشي تقريبا يوميا الا خطيت نهار يومين في السيمانه، كنحاول نمشي نعمل شويه ديال لامارش، نطيح شويه تحركوا هذا. فهاد الشيء هاد الايامات بديت هاد لامارش كنعملها باش انا قلت لكم على حسب بنادم كيبدا يكبر في السن حتى الدات ديالو كبدا تقال، كيبداو الدهون كيبداو هذا. قلت راه ما حد الجو مزيان راه نبدا نمشي نتمشى هاد الموضع مزيون. 7:30 كنت فيه، وصلت 7:30 كنت في هاد الموضع، جيت من هنايا باركيت الطوموبيل وخرجت معايا القريعه المديالي وبديت كنتمشى هنايا. جبرت الناس قلالي انت هما كيعملوا لامارش في الصباح، الجو كيحمق، الجو اللي فلت هاد الاوقات هادي خصوصا ملي كيكون الجو مزيون وفلت الصباح بكري، صراحه كنفلتوا بزاف، ملي كنصبحوا ناعسين وخمرين كنفلتوا بزاف من الاجواء النفسيه. النهار كامل كتكون مزيانه، النهار كامل كتحس بالنفسيه ديالك مزيانه، مع انه ما كنشبعش النعاس مزيان بالليل، ولكن هاد الفتره هاد السويعه هادي اللي كنرجع كنمشي نعمل فيها شويه ديال لامارش، عاد كنمشي للدار ندوش نمشي للخدمه، كتفرق معايا في النهار كامل صراحه نفسيا وكل شيء. هنا ساليت وجلست واحد الشويه، ومن بعد 8:15 رجعت في حالي للدار. هنايا راجعه للدار لان الخدمه ديالي في التسعود، فان شاء الله كنرجع 8:15 ندوش نفطر وصافي عاد نمشي للخدمه ديالي. هنايا الطريق الرجعه خاويه، الناس مشاو الخدمه، الطريق ديال المشيه هي اللي عامره، الرجعه خاويه. وبحال قلت لكم اجواء غزاله وبحال اللي كاينه شويه ديال الضبابه. ايوا مشيت في حالي للدار نفطر عاوتاني نمشي للخدمه. النهار ديالي دائما هذا هو الروتين، يعني مره هكذا مره هكذا، ولكن الروتين الغالب في هذا الشتوى هو هذا. هنا وصلت للحومه صافي غنمشي للدار، مو كنخرج الخدمه، كان الخدمه كنخرج منها في الوحده، كنمشي نجيب العيال المدرسه وكنجي عاوتاني للدار، كنوجد الغداء كنغديهم، كنحفظ معاهم شويه كنحفظهم، كنعس انا واحد الساعه وكنرجع لان كنرجع في العشيه. هنا جيت اخوتي وبحال قلت لكم دوشت وهذا، هنا لبست، قلت انا نوريكم شي نلبس، انا ما كنهتمش بزاف الخدمه صراحه، كنلبس اللي كاين زعما هذا وكنمشي للخدمه. ها هي حتى النفسيه ديالي باينه فيا في الفيديو، حتى النفسيه ديالي مزيونه. الا كنت صبحت ناعسه ونتمشى الخدمه ما نوريكمش وجهي، ما يمكنش نصوروا لكم لان كنكون تقول غيبتها كناكل في طهري. هنا جيت في الوحده جبت العيال، مشيت في الوحده جبت العيال المدرسه وجيت معايا شي صخيره هنايا، دوزنا انا والعيال الجامعيه، قال لك بغاو هاد مناضلي في القريعه الدجاج، جبت لهم الطوست للخدمه، جبت هاد الشوكولات قلت ما نعرف بغي نعدل شي كيكه قلت نخليه في بلاكار، جبت العدس غادي نعدلو هنايا واحد الغديوه مصريه اللي هي الكشاري، مشيت بدلت عليا وجيت هنايا. الكشاري كنبداو انا عندي في القناه ولكن هنا قلت نشاركو معكم ماشي بشكيله خفيفه، وصفه غزاله مصريه شعبيه وغزاله وسهله. هنا عندي بصيله قليته، كميه ديال البصل قليته في الزيت، ها هي كنحيدها، وديك الزيت هو اللي غادي نكملوا به الوصفات كامله، الباقي في الوصفه كنحيد منه شويه، كنعمل به صوص ديال الطماطم، ديك مطيشه اللي طحنتها مع شويه ديال الصلصه مع جون طماطم. هنا كنعمل التومه بزايد، كنسخنها في ديك الزيت كتاخذ اللون، ومن بعد كنكب عليها واحد شويه ديال الخل، واحد جوج معالق كبار ديال الخل، ومن بعد كنكب هذيك مطيشه كنخليها. كنعمل غير بصل غير الملحه والكمون وشويه ديال القزبر والحبوب والملحه ونص مغرفه صغيره ديال السكر باش تعاود الحموضه، وكنخلي هذيك ديك المطيشه تسبك اولا تعقد. هنا الزيت عاوتاني كندي منه، كنجيب هنا المكرونات واحد جوج الانواع ديال المكرونات، واحد شويه 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 قولوا كاس كاس من كل حاجه، واحد سباكيتي حتى هي قسمت على ثلاثه، كويس ديال الرز وكويس ونص كاس ديال العدس، كنعمل معاهم الملحه والكمون بزايد، الكشاري كيبغي الكمون،
قصبوا حبوب والملحه والماء وكنغطي عليهم كنخليهم يطيبوا. وغادي نوجد هنايا الطشه ديال الثوم اللي هي الثومه وديك الزيت نفس الزيت بصلعه ثاني مع الثوم والخل والماء وشويه ديال القزبر حبوب والكمون وشويه ديال الملحه. هذه صوص صلصه ضروريه تكون مع الكشري. وبالنسبه للصلصه اللي حاره كنحيد من هذيك الطماطم كنعمل شويه ديال الزيت اللي بقى لي ديال ديك زيت البصل وكنعملوا عليه وكنزيدوا السوداني الكميه اللي بغيتوا، هو ضروري يكون شويه حار صراحه. هنا في هذه الاثناء ديك الرز وديك المكرونه كيطيبوا غنمسح البوطه كنحيد عليا الشغل، انا كنجلس نتغدى كتكون مساليه الكوزينه عندي قشوع وكل شيء. هنايا مسيحه خفيفه يعني ماشي شي مسحه اللي هي بصح، ولكن المهم حيد ديك الشيء اللي طار ديك الزيت اللي طار وديك الشيء. هنايا عملت قشوع في الماكينه باش غنخدمه لان صافي عمارت القشوع اللي جمعوا لي كاملين عملتهم صافي. تغديت انا وليداتي، ها هي قبل ما نتغدى ونوريكم بعدا، ها هي هذيك الطشه ديال الثوم وهذه الصلصه الحاره والصلصه ديال المطيشه والبصله مقليه، هذا هو الكشري. وعادك قلنا هذوك البوطاخيس كنقولوا لهم حنا بوطاخيس، ديك المكرونات والروز والعدس والسباكيتي الصلصه هي واجده، ها هي بحال اللي كتشوفوا ضروري تكون مرافقه. والحره اختياريه ولكن ضروري الحره كتجي لذيذه، كي حرشه كتجي لذيذه. وهنا وجدوا لي هذوك شوفهم كيفاش كيجيو، خصهم يجيو شي معجنين، خصهم يجيو حبه على حبه. شوفوا العدس كيطيب واخا غير المكرونه وهذا، راه العدس كيطيب شوف كل شيء طايب بحال اللي غتشوفوها هما كيجيو معزولين حب على اختها. زعما ننصحكم جربوها البنات بالنسبه لي في المغرب اول مره او ما كيعرفوهاش يجربوها شويه شويه من كل حاجه. هذه الماكله بحال اللي غنقول لك شيط لك شويه الرز شويه العدس شويه المكرونه شويه سباكيتي شويه شويه من حاجه كتعدل بهم الكشري كيجي عجيب صراحه. انا كيعجبني وكيعجب ولادي، انا كيحمقني كنعملو مره مره ما كنبغيش نطلبو من الزنقه، كنقول نعملو في الدار لوليداتي بيدي. المهم ما كملتش معكم نهار كامل في هذا الفيديو هذا، المهم وراها حفظت مع ولادي، مشيت نعس واحد السويعه ارتحت ورجعت الخدمه كنجيب الليل حتى 9:30 عاوتاني روتين اخر مع ولادي، كنوجدو من غدا كنعشي كان مهم موال بحال اللي كيقولوا. هنا كنغرف لكم هذاك الكشاري كنغرفه في الطبيصه بحال هكذا، جربوه اللي تفرجت في الفيديو جربوه، الا جربتو ترد عليا في الفيديو. الوصفه هنايا غير بالزربه بالتفصيل راه عندي في القناه، راه عندي في القناه الكشري راهما كيعملوه كل حاجه كيسلقوها في طنجره بوحده، انا هنا كنجمعوه في طنجره وحده وكيجي ساهل ودغيا. فنصحكم انكم تجربوه. كنعمل ديك البصيله مقليه ما ديوش على البصل ديالي راه تحرقت لي شويه نسيتها وتحرقت لي واحد شويه. المهم خصها تجي مقليه، بصل مقليه ومقرمشه المبدا ديالها، خصها تجي مقليه ومقرمشه. كنعملوا شويه ديال لاصوص وديك الطشه ديال الثوم ضروري ما كنعملوها، هي اللي كتبنن هاد لاصوص هما اللي كيبننوه، الطشه والحر والصلصه ديال الطماطم والبصل مقليه هادو هما السر كيبننوه. وطبعا البوطاخيس كيجيو حتى هما لذاذين. الحر انا كيعجبني بالحر، وليداتي ما كنعملهمش الحر، كنعمل لهم غير ديك الطشه والبصل والصلصه وما كنعملهمش الحر. المهم هذا جزء او واحد من ايامي، كل نهار وكيفاش عامل وكل نهار شني كنعملو فيه وكل نهار شني الظروف ديالو، واحد من ايامي انا كل نهار هكذا، كل نهار هكذا بلا ما نقول لكم السيرفيس ديال الليل، بلا النهار ما كيتقضاش عندي، كيتقضى عندي تا 12 الليل، كان في الصباح كيتقضى لي 12 الليل، كنجري مع وليداتنا ومع حياتنا ومع الخدمه وهادشي اللي كاين. هاد الطبيصل لولادي، ولادي كيحمقوا عليه تا هما الطبيصل ديالهم، وهذه الطشه تا هي تا ولادي عجبهم وكلاوه. المهم انا قلت لكم جربوه، هذا هو النهار ديالي اليوم. كنتمنى يكون عجبكم وكون خفيف على قلبكم بحال قلت لكم كل نهار وكيفاش عامل. هذا قلت نشارك معكم واحد من الايام، في الايام الخدمه كنحاول دائما الوصفات يكونوا شي حاجه اللي خفيفه سريعه، ما ديليش الوقت وتسربيني يعني وتكون كتعجبني ناكلوها، فدائما كتجبر الوصفات في السيمانه كيكونوا عندي خفافين يعني شي حاجات اللي ما يديوليش الوقت. اذا كان شي وصفه فيها اللحام ولا كيدي الطياب دائما كنعرقو بالليل، ومي كنجي من الخدمه كنعمل غير الخطيره، الا كان الطويجينه ولا المريقه ولا هذا كنجي من الخدمه كنعمل غير المريقه كنكون عرقته بالليل. والحاجات اللي بحال هكذا كنغلب على المكرونات مثلا، الحاجات اللي بحال هكذا للعيال اللي كيعجبوهم العيال ياكلوهم في نفس الوقت انا يسربوني. ايوا هذا هو هذا ما كاين. كنتمنى يكون خفيف على قلبكم. فيديو اليوم كان غير فيديو يعني بحال قلت لكم نشارك معكم النهار شني فيه. شكرا لكم، وبقى لي نقول لكم انتظروني في وصفات قادمه، مره وصفات مره روتينات كل مره شني على حسب. لاول مره كيشوف قناتكم قبل ما تنساش تشترك وتفعل الجرس، خلوا لي تعليقكم خلوا لي ارائكم كيف جاكم الكشاري كيف جاتكم الوصفه وهذا، ولا جربتوها كذلك خلوا لي تعليق. بقى لي نقول لكم شكرا والى اللقاء.